تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. منتخبنا امبارح فاز بشق الانفس على غينيا بيساو اللي مستواها ضئيل جدا، ولولا ستر ربنا ولولا الحكم كان زماننا خارجين المباراه بنقطه بدل 3 نقط. ولكن المثير للشفقه هنا مش المباراه ولا الخصم ولا الحكم ولا اي شيء، المصيبة الكبرى هو تصريح كيروش بعد المباراة. قال ايه بقى؟ قال الاتي: نهدي هذا الفوز والمجهودات التي بذلت خلال الايام السابقة الى كل الجماهير المصرية. عشنا 4 ايام من القلق والتوتر من اجل اسعاد الجماهير، وهذا ما سعى اليه وحققه اللاعبين. بيفكرنا بالظبط بتصريحات مرتضى منصور بعد ما نادي الزمالك فاز بكأس السوبر المصري السعودي وخد الكأس وحطه على المنضدة ولا على الترابيزة وحواليها الكؤوس اللي واخدها نادي الزمالك من سنة 1903. يعني طبعا نادي الزمالك من 1911، بس انا بقولك من قبل ما يؤسس نادي الزمالك جاب له كام كأس وحطهم وراح زارع ده في النص. وواجه التشابه ما بين مرتضى منصور وكيروش ان هو طالع يضحك على الجماهير، طالع يقول للجماهير المصريه اي هبل وقت ايه اللي بذل في ال4 ايام وايه اللي انت عملته وايه الابداع والامتاع ان انت تفوز 1-0. وانا عايز اقول لكم على حاجه، الحكم كان ممكن ما يحسبش الكره دي فاول، وهفكركم المثال بالمثال يذكر. فاكرين الكوره واللعبه بتاعت امم افريقيا بتاعت زيدان وسونج؟ شفتوا الشد والجذب وده يزق وده يزق وفي الاخر راح زيدان لعبها لابوتريكا وابوتريكا راح لطش وجاب الجول. اهي دي زيها بالظبط، ده بيشد وده بيشد، ده بيوقع وده بيوقع، ده ماسك فخد وده ماسك كتف. فكان التعدي، كان التعدي. وبقول لكم زيدان وسونج لو حضراتكم رحتوا شفتوا اللعبه وقارنتوها ما بين لعبه امبارح هتلاقوا ان لعبه زيدان وسونج لا فيها كتير وعليها كتير. ولو حكم اخر كان حسب فاول، كان حسب ضربه جزاء لزيدان او حسب فاول على زيدان، لان ده بيشد وده بيشد. نفس الامر امبارح، ده بيشد وده بيشد. فلو حكم تاني كان عداها وكنا خرجنا تعادل، ولكن يطلع كيروش يضحك علينا ونفهمنا ان الفوز ده عظيم وقوي وابهار وبهديه لجماهير مصر، ده اسمه ضحك على الدقون وضحك على الناس اللي مش فاهمه كوره وفاكرنا احنا جايين من جزر القمر وكاننا ما خدناش 3 افريقيا، ما كاننا ما اتاهلناش قبل كده لكاس العالم، وكاننا في الكوره ما نعرفش غير يعني باص لصلاح، ادي لصلاح، اعمل لصلاح وبس. طيب كان في لقاء ما بين ابراهيم فايق والصحفي الكبير حسن المستكاوي، واتكلموا فيه عن منتخبنا اللي بيشحت واللي ماشي بعكاز. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف كابتن حسن المستكاوي مع ابراهيم فايق قالوا ايه على الخيبه التقيله اللي احنا شفناها امبارح. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل مع بعض، اوعوا تروحوا في اي مكان ويلا بينا. بص حضرتك مر عليك من المواقف، مش هقول مئات المواقف، الوف الافات مواقف شبه كده، ممكن اعرف من حضرتك الحاله الاعلاميه والصحفيه اللي المفروض يبقى عليها الاعلام في هذا التوقيت؟ هل هو، وانا هدي لحضرتك اختيارات، مطلوب منه بعد مباراه زي النهارده انه يبدي سعادته الى حد انه يقول للناس مصر كسبت ويبقى فيه افراح، ولا مطلوب منه انه يبقى عنده شعرايه اللي هو الحذر المرهون بسعاده على قد الحدث ولكن في تحذيرات، ولا مطلوب منه انه يبقى بائس وحزين وبيلطم على وشه؟ احنا انا بسال حضرتك وانت سيد الصحافه وبابا الشغلانه بالنسبه لي وبالنسبه لقطاع كبير. قول الحقيقه. ايه بقى؟ تقول الحقيقه. اقول الحقيقه. انت مش مشجع. وما هي الحقيقه؟ لا انت مش مشجع. حضرتك قول لي التراك النهارده، وما هي الحقيقه؟ الحقيقه ان منتخب مصر لعب قدام فرقه ضعيفه، وانا تقديري للمنتخب ككل 6 من 10. 6 من 10، مع ان بقول لك جاء عنده 3 فرص او 4 فرص تهديف،
ما عملش كده مع نيجيريا، ما قدرش. بس دي فوارق منافس طبعا، فوارق منافس يعني. لكن الكوره الجديده اللي انا عايز المنتخب يلعبها لسه لغايه دلوقتي ما لعبهاش، بقاله 12 سنه. 12 سنه؟ ايوه طبعا، من 2010 اخر كره لعبناها كف. ايوه الجيل اللي انت كنت بتتكلم عليه دلوقتي، اللي كان بيمتعنا وكل الناس عارفه ان هو كان بيمتعنا، جيل 2008 و2006 سيبك منها، خدناها بضربات جزاء وبصعوبه ومش عارف ايه ماشي. لكن 2008 لعبنا كره هايله، وده ليه اسباب. 2010 لعبنا كره مش بطاله، ولعبنا كره كويسه، وده ليه اسبابه. لكن ما احنا عملنا معجزه، خدنا كاس الامم 3 مرات ورا بعض، وبعدها على طول عملنا معجزه عكسيه، 3 مرات ما قدرناش نوصل لكاس الامم. صحيح. يعني ايه ده؟ ايه الابداع ده؟ 3 بطوله ورا بعض وثلاثه غياب، مش قادر يا عيني تروح كاس الامم ورا بعض برضه ورا بعض. يعني لو مره واحده مثلا فوتت ماشي هنقبلها، المانيا بتعملها، البرازيل بتعملها، اي حد بيعملها. لكن انت رحت ضارب بلانس من بتاع زمان. ايوه ثلاثه خدتهم وثلاثه مش عارف ماسك العكاز مش قادر تاخدهم. مش يعني زي ما كنت بتكلم، ما احنا غلابه قوي وكنا طمعانين في الفوز ونشحت الفوز، لاجل ما ننام مبسوطين النهارده، يعني لاجل ما ننام مبسوطين. بس اللي انا بقوله انه لازم يتخلق عندنا دوافع اكبر من كده بكتير. هقولها لك ومن واقع واحد شاف الاجيال الجامده جدا بتاعتنا، احنا محتاجين دوافع تتولد وتتوجد حقيقي حقيقي عند اللعيبه وعند الجهاز الفني، ان احنا عايزين البطوله. الدوافع دي ها مش هي دي الدوافع اللي انت قادر تقرا فيها المنتخب عنيف، منتخب عنيف، عارف يعني منتخب عنيف؟ منتخب عنيف، مفيش، احنا مش هنهزر، احنا هندوس على الزرار الماتش هيبتدي مش هنقف، هندوس على الزرار الماتش هيخلص. مش قادر اشوفها زي ما كنت بشوف دايما الاجيال اللي احنا بنضرب بيهم المثل. فادينا بنوصل للرسائل يا جماعه، احنا والله العظيم كلنا في ظهركم يا جماعه، انتوا بتمثلوا منتخب مصر يا جماعه، ما في حد الا وعايزكم منصورين باذن الله. بس اهم حاجه نقدم اداء، نقدم اداء مقنع تاني وتالت ورابع. لو انت بتلعب، انا هقول لك بصراحه، هقول لك بصراحه والله العظيم اقسم بالله، انا لو بلعب ماتش فاصل وجيت كسبت النهارده اي فرقه بلعبها بالمستوى الهزيل النهارده دي، هبص كهارب وهطلع بطبل. ليه؟ ماتش فاصل اخطف واجري، وصلت كاس عالم، تعال بقى من هنا لحد كاس العالم نبقى نطور في مستوانا. فحتى المقوله بتاعت هي في ماتشات تكسب ولا تلعب، مش مضر المجموعات يا جماعه، تكسب ولا تلعب، مش قادر امنطقها، مش هي دي اللي تكسب ولا تلعب. اللي هي تكسب ولا تلعب دي اللي هو انت وصلت النهائي، فانا مش فارق معايا اي حاجه، انا عايز اكسب النهائي، انا عايز اشوف البطوله، انا عايز اشوف الكاس، فدي اللي تكسب ولا تلعب. انما دي النهارده دي بتاعت غانيا دي اللي تلعب وتلعب وتلعب وتكسب وسكور. وعلى فكره بعد ما تلعب وتلعب وتلعب وسكور وتكسب، انت تخرج تقول انا مبسوط، بس احنا منتخب مصر وده الطبيعي، واللي جاي مش هنرحمه. ودي مش ودي لغه كوره، مش لغه حاجه تانية. عشان احنا غلابه وطيبين، ويعني مش عايزين ننام متنكدين، وعشان احنا كتير قوي، احنا كتير قوي النهارده كانوا هيناموا متنكدين. فاللهم لك الحمد والشكر يا رب على ان انت سترتنا النهارده وكسبنا، وانت عندك مشاعر مختلطه. انت فرحان ان انت كسبت عشان انت بتحب منتخب بلدك، عشان نفسك تشوفه دايما كسبان، بس انت قلقان مع انك مبسوط، بس انت خايف عشان انت مش مقنع، بس انت بتقول لنفسك ما تحبكاش قوي، ما تبقاش غتيت في نفسك من جواك. يعني ما انا كسبت النهارده، جايز الاداء هتطور، او ان شاء الله الاداء اتطور، مالك
قافلها ليه ضلم علينا؟ جواك برضو انت شايفها بيضة يعني؟ شايفها حلوة اول عملية؟ مشاعر مختلطة جواك مليون حاجة، ما بين انك فرحان الى درجة الفرحة الغامرة ان انت كسبت، وبين خد بس تعرح فيه فرحان ان انت كسبت غينيا الاستوائية 1-0 وقاعد لحد الثانية الاخيرة قلبك هيطلع فوق ايه اللي ده يرشق في السقف ومستني الحكم يصفر. انت نسيت انت اول لما الحكم صفر الكرة دي جول والنتيجة بقت 1-1 انت كنت عامل ازاي؟ انت كنت مستخبي تحت الكنبة. يرضيك شكلك كده؟ اه بس انا برضو جبت 3 كرات في الآية، 2 جم في الشوط الاولاني والتانية بتاعت زيزو، هلا مالك في ايه؟ يعني لو كانت النتيجة سطرت معانا والقايم كان ربنا لين قلبه معانا شويتين 3 في الماتش ده كنا خرجنا على الاقل بدل 1-4. اه انت بتتكلم انك لو كسبت حتى 4 قدام غينيا فده الطبيعي والعادي لفرق المستويات. انت عندك لعيب واحد بس اسمه محمد صلاح بتمن الفرقة بتاعت غينيا بالاحتياطي بتاعها. زي ما حضراتكم سمعتوا كده بالظبط، حسن مستكاوي بيقول احنا ايه اللي ده طالع يقول ايه؟ ده احنا فزنا بثلاثة كاس افريقيا، كنا في 2006 و2008 و2010 والمنتخب ما قدمش كرة من بعد 2010. في طبعا ظروف كتيرة يعني كانت مسيطرة على البلاد وثورات وحسن شحاتة مشي وجابوا بعد كده مدرب وطني تاني شوقي غريب وجابوا مدربين تانية جاية تتعلم فينا لغاية ما وصل بينا هذا الأمر في جيل المفروض يبقى عنده يعني نوع من أنواع النخوة كده على تاريخه ونوع من أنواع الغيرة على منتخب مصر. ولكن في إسقاطات كتيرة اتكلمها إبراهيم فايق على المنتخب وإزاي المنتخب بهذا السوء وإزاي المنتخب في تقبل وإزاي المنتخب في نوع من أنواع اللي يعني أقول إيه، أنا مش لاقي كلام محترم أقوله، أنا مش لاقي كلام يعني لائق أقوله لحضراتكم. يعني المنتخب مهلهل والطريقة مهلهلة واختيار التشكيل مهلهل وفي لعيبة بتتعالى على المنتخب وفي لعيبة مش حاسة يعني إنها يعني ده حلم لمنتخبنا إن هو يكون حتى يوصل للنهائي. يا سيدي مش بنطالبك بالبطولة مع إن المفروض إحنا نطالبك بالبطولة لأن ده شيء أساسي وشيء طبيعي ان انت بتاخد يعني نظير اسعاد جماهير مصر بتاخد مقاول وبتاخد شهرة وبتاخد دعاية وبتاخد فلوس واعلانات الى اخره. في مثل بيقول او مقولة بتقول، المقولة دي يعني انا شايفها تنطبق على حال منتخبنا الوطني، انك تحلم بالمستحيل هتوصل للممكن. لما تحلم ان انت تحقق المستحيل هتوصل للممكن اللي انت ممكن تحققه. يا ريت منتخبنا يعني يحلم بتحقيق بطولة علشان يقدر يوصل للنهائي، حتى يقدر طبعا الطريقة دي طريقة كروش ومنتخب كيروش ولاعيبة كروش ما يوصلوش حتى لاخر الشارع، مش لنهائي البطولة. انتهى الفيديو بتاعنا. يا ريت يا ريت يا ريت تدعمونا بلايك وشير، بقينا 10,000 اهلاوي. انا بشكر كل اخواتي الاهلاوي المتواجدين في القناة، عقبال يا رب ما نبقى 100,000. انا مش هحس براحة الا لما اعوض القناة الاولانية اللي اتقفلت اللي كانت 40,000 وكانت يعني كانت في الفيس كانت في اليوتيوب يعني عاملة يعني شغل كبير وجامد. انا بشكركم لتواجدكم معانا في القناة، ادعمونا بشكل مستمر، اعملوا لنا لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوني اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا خيار كل الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد بينزل على قناتنا قناة الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي والسلام عليكم.